اتكلمنا في أول الحلقة عن مطالب المستثمرين اللي اتطرحت الأسبوع اللي فات تقريبا. حضرتك شايف المطالب دي ازاي؟ هتأثر ازاي على السوق؟ حقيقة معظم المطورين متأثرين جامد جدا بالتكلفة اللي حدث في السوق، ومش المطورين بس، المشروعات الحكومية أيضا اللي يعني الحكومة برضو بتعمل زي القطاع الخاص، بتبيع النهاردة وبتنفذ خلال 3 4 سنين، فالتأثيرات موجودة النهاردة سواء على الحكومة أو على القطاع الخاص. النهاردة المطورين كان في مطالب كتير جدا، كل المنظمات اللي مهتمة بالتطوير العقاري بتجتمع بتحط مطالب، بس أنا شايف إن أهم مطالب في إيد الحكومة إن هي تنفذها فورا علشان تدعم القطاع العقاري والتأثر أو المشاكل اللي ممكن تحصل لبعض المطورين وتخرج من السوق، هي إنها تأجل الأقساط لمدة سنة أو سنتين وتقلل الفايدة عليهم إن أمكن ذلك. أنا عارف إن هو تقليل الفايدة بيبقى صعب شوية، إنها تمد مهل تنفيذ المشروعات، ودي ما تكلفش الدولة أي حاجة حقيقة، إن هي يعني تريح المطور في التدفقات النقدية. اللي ممكن يأثر على الشركة بالسلب هو الربحية، عمرها ما بتأثر على الربح والخسارة، مش بيأثر على الشركة، ولكن اللي بيأثر على الشركة ممكن تخرج بالسوق هي التدفقات النقدية. لو عنده مشكلة أو خلل في التدفقات دي ممكن ما يقدرش يوفي التزامات، وبالتالي ممكن يخرجوا من السوق، ممكن يتأخر في التسليمات، طبيعي يتأخر في التسليمات، يتأخر على سداد التزاماته، الموردين، المقاولين، فدي ممكن تعمل له خلل جامد جدا في طب الشركات في الشركة. المفروض تعمل ايه عشان تعالج ده يا باشمهندس؟ نمرة واحد، يتابع يعني المشروع، اي مشروع عقاري مدته 4 سنين، يعني بتتكلمي على 48 شهر. مهم جدا انه يعني خطة الدراسة وخطة تنفيذ المشروع اللي بيعملها بتكون خلال في خلال اللي بيعملها خلال 4 سنين في بداية المشروع، لازم يتابعها شهريا في نهاية كل شهر، يقول أنا خطتي الشهر ده في يناير مثلا، في نهاية يناير يقول أنا خطتي كان المفروض المخطط كذا، الإنجاز الفعلي كذا، كانت تكلفة المخطط 10 قروش، تكلفة الفعلية لنفس حجم الإنجاز 15 قرش، طب حدث انحراف بنسبة 10% 20%، يعدل بسرعة. طيب الانحراف ده سببه ايه؟ لازم يعرف السبب، الأسباب الحقيقية عشان يعالج الخلل. صحيح. وبعدين يبدأ يحط بقى الإجراءات التصحية. كل ما ابتدى عرف سبب الانحراف وعمل بدري. اجراءات تصحيه بدري افضل صح. بكتير جدا ما يعرفه في نهايه المشروع. صحيح. هيبدا يصحح نفسه في خلال يعني السنوات اللي بعد كده، ويبقى اسهل بكتير جدا، عنده فرصه للتصحيح. لكن لو ابتدى متاخر جدا متأخر مش هيبقى مش هيلحق مش هيلحق يصحح نفسه. صحيح. طب ازاي سعر ارتفاع سعر الفايده اثر على القطاع؟ اما انا بقول لك خرج اول حاجه زاد التكلفه، سعر الفايده زود تكلفه المنتجات على كل المطورين، لان معظم شركات التطوير العقاري او شركات مصنعين مواد البناء او كل ما في حد بيستغنى عن الاقتراض من البنوك، قليل قوي اللي بيكون بيشتغل من موارده الذاتيه، وبالتالي تكلفته زادت وتكلفة زاد، فمواد البنى زادت، مواد البنى زود التكلفة على المطور في التنفيذ. طب نعالج ده ازاي يا باشمهندس؟ يعني احنا قدامنا كل يعني الأزمات دي، يعني بلاش نقول عليها أزمات بس يعني التحديات دي نعالجها ازاي؟ بص، ملهاش ابدا روشته سوى انك بتزود الاسعار بالنسبه للمطور. يعالج ده ازاي في شركته؟ هيضطر يزود الاسعار على الوحدات الغير مباعه، لان الوحدات المباعه عمر ما يقدر المطور يقدر يعني لو المطور عمل خلل في العلاقة التعاقدية مع العميل في المبيعات السابقة بيفقد مصداقيته، وبالتالي العملاء مش هيعرف يبيع نفس البيع اللي كان بيبيعه قبل كده. وبالتالي الحل الوحيد بتاعه هي الوحدات المتبقية الغير مباع، بيقدر يزود سعرها، يقدر يوزن نفسه، يقدر يحافظ على نسبة يعوض بيها الخسائر اللي ممكن حدثت، اللي هي بالذات تكلفة، يعني ممكن ان هو يخفض الخسارة المتوقعة نتيجة زيادة التكلفة.